في المراز دون وكتبت لنا بالبيع يعني بيع وشراء ان البيت والارض ده يكونوا تبعنا. لكن احنا يعني خوفا من ان ده يكون مثلا حاجه حرام. نعم. احنا حسبنا المال وقسمنا وان احنا لينا الثلث واخواتها ليهم الثلثين وحسبنا الفلوس دي. بس احنا يعني مش يعني وقت ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي امره ان مثلا يديهم الفلوس دي، فهل اللي احنا عملناه ده حرام وان المال اللي مكتوب باسمنا دلوقتي ده حرام البيت؟ حاضر اسمعي ولا يعني يبقى ده جزاكم الله خيرا فعلا. وهل ان احنا مثلا لما حسبنا والفلوس ان احنا حسبناها على المبلغ دي والله اعلم واعلم مثلا هم هياخدوا الفلوس امتى، نديها لهم مثلا بسعر المستقبل وقتها بقى ولا بالفلوس اللي احنا حسبناها دلوقتي؟ حاضر حاضر اسمعي. جزاكم الله خيرا. طب اخوات جدتك اغنياء ما شاء الله واثرياء؟ نعم. اخوات جدتك ما شاء الله معاهم يعني ربنا موسع عليهم؟ بس هم قالوا ان احنا مش هنتنازل معاهم. اما ما همش ده فضل الله عليهم بقى، هم قالوا ان احنا مش هنتنازل. خلاص حاضر حاضر اسمع جواب. ما دام اخوات الجده قالوا احنا مش مسامحين، يبقى ان شاء الله بعد وفاه الجده ومش عارفين مين هيموت قبل مين، ما تركته الجده يقسم بالقسمه الشرعيه بعد موتها. الجده ماتت بعد عام 12 وقت أن يقضي ربنا أجلها، ما تركته يقسم بالقسمة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، والله أعلى وأعلم. آخر اتصال أخت نورة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الشيخ، هل يجوز للمرأة أثناء أيام الحيض أن تقرأ وردها من القرآن؟ هل يجوز للمرأة في حيضها أن تقرأ وردها من القرآن؟ هذا هو السؤال. طيب اسمع الجواب. يجوز المرأة في وقت حيضها ونفاسها أن تقرأ وردها من القرآن إذا كانت تحفظ القرآن يعني عن ظهر قلب. أما أن تمس المصحف وهي حائض فالأئمة الأربعة على المنع. إن كانت تحفظ فلتقرأ، لها أن تسمع القرآن وتردد خلف القارئ، جيب شريط للشيخ المنشاوي أو الحصري ويشتغل سورة وتقرأ وراء آية بآية، أو لو كانت حافظة تقرأ، لكن لا تمس المصحف، ولها أن تقرأ من كتب العلوم الشرعية. فنعتبر فترة حيض المرأة دي صحيح تحرم فيها من مس المصحف، لكن ممكن تقرأ من اللي حافظاه، حافظة جزء حافظة اثنين تقرأ وتجتهد في عبادة الذكر. ولنجعل أسبوع الحيض ده أسبوع للعلم الشرعي، تجتهد في الاطلاع على العلوم الشرعية، وإن ضيق الشرع عليها في جانب من العبادة التي تحب فقد فتح لها أبواب، وفضل الله عز وجل واسع. أخويا اللي من سوريا بيقول لي زوجتي منتقبة وأمي متزوجة برجل، هل لهذا الرجل زوج أمي أن يرى امرأة المنتقبة؟ الجواب لا. زوج أمي مش والدي، زوج أمي ليس له أن يرى زوجتي المنتقبة لأنها أجنبية عنه وهو أجنبي عنها. لو أنا طلقتها ينفع يتجوزها؟ هذه امرأة أجنبية عنه. نعم. وأنا مش ربيبه، والله أعلم والله أعلم. ويعني هذا السؤال محتاج برضو نرجع إليه، لكن هذا مبلغ علمي الآن. لو نزلت، لو واحد قال لمراته لو نزلت تحت تبقي محرمة علي ولم ينوي به طلاق، عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن عجز يصوم 3 أيام. بتقول لي انا متجوزه بقالي سنه وبتحصل لي حاجات كده ومش عارفه في ايه. عمري بيتك بالذكر، فان البيت الذي فيه ذكر وقران لا تدخله الشياطين. ادخلي على ذكر واخرجي على ذكر، واقراي سوره البقره في البيت كل 3 ايام، واجتهدي في عباده الدعاء، واطيع الله يسعدك ويسعد زوجك. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الذي يعرض يعيش الضنك، والذي يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ربنا وعده بقوله: فلنحيينه حياة طيبة. تقول لي بعد ما أختم القرآن ينفع أدعو؟ ينفع تدعي بعد ما تختم القرآن، تقرأ المصحف، يبقى هذه طاعة، فينفع تتوسلي إلى الله بهذه الطاعة في الدعاء. نستأنف يا إخواني، بارك الله فيكم. قلت في ليلة النصف من شعبان لم يثبت إلا حديث واحد، وهو الله إن الله عز وجل لا يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. غاية ما فيه أنها ليلة مغفرة، إنما لا يصح أن نعتمد عليها من أجل أن نخصها بقيام ليل أو نخص نهارها بصيام نهار، لأن العبادة توقيفية
وتحتاج إلى دليل. ما هي البدعة التي غرق الناس فيها في شهر شعبان؟ البدعة الأولى الصلاة الألفية. الصلاة الألفية عبارة عن 100 ركعة، يقرأ الإمام في كل ركعة الفاتحة وسورة الإخلاص 10 مرات، يبقى 10 في 100 ب1000، وعشان كده سمت الصلاة الألفية. قال أهل العلم الإمام النووي والسيوطي وابن قيم الجوزية: وهذه الصلاة بدعة، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يفعلها أحد من الصحابة، ولا استحبها أحد من أئمة الهدى كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وكل ما ورد فيها من حديث فهو موضوع وباطل. وراجعوا إن شئتم المجموع للنووي أو المنار المنيف لابن القيم أو اللآلي المصنوعة للسيوطي. ما يطلع ليش واحد ده يقول لي طب ما حديث موضوع مش مشكلة نعمل به فضائل الأعمال. رأيت واحد أستاذ دكتور يضرب باسمه الطبل، يقول كلاما عجيبا. المذيع رجل من العامة بيقول له: يا دكتور هذا الحديث موضوع. قال له: ماله؟ نعمل به في فضائل الأعمال. إزاي؟ بيقول لك موضوع يا مولانا، مكذوب، الكلام ده كذب على النبي. قلت له: وماله نعمل به في فضائل الأعمال؟ الأحاديث الضعيفة اختلف أهل العلم فيه، هل نعمل بها في فضائل الأعمال أم لا؟ فقال فريق: نعم. ووضعوا شروط وقيود كثيرة، منها أن تندرج تحت أصل صحيح، ومنها كذا، ومنها أنه يكون لها أكثر من رواية يقوي بعضها بعض، ومنها أنها لا تصطدم، ما كنتش في عقيدة ولا في حرام، ومنها ومنها ومنها. ومن أهل العلم كالإمام البخاري من قال: لا نعمل بالضعيف حتى في فضائل الأعمال. قال: والصحيح ألا يكفيكم؟ الصحيح يكفينا يا عباد الله. البدعة الثانية من بدع الناس في شهر شعبان: تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام. هذا من البدع التي ابتدعها الناس، وكل ما ورد فيه فحديث موضوع، كحديثي، دي حديث مكذوبة بأنبه عليها، كحديثي: صيام يوم ليلة النصف من شعبان كصيام 60 سنة ماضية وسنة مستقبلة. يا سلام، لا واحد طلع على المنبر بقى ويقولهم: يا أخوانا بكرة 15 شعبان، النبي قال اللي يصوم 15 شعبان كأنه صام 60 سنة فاتت وسنة جاية، والناس بقى الله أكبر يهدوا الجامع من الصياح. هذا كذب، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.